يا صباح الفل والخير والجمال والسعادة على مشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان. معاكم شيماء محمود، وهكون معاكم لمدة ساعة، نص ساعة في برنامج بيقولوا، ومش هكون لوحدي في الاستوديو، هيكون معايا زميلتي ريهام الصرفي وكمان زميلي أحمد وافي. صباح الخير يا ريهام، صباح الخير يا شيماء، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال. في البداية أحب أرحب بزميلتي ريهام الصرفي. صباح الخير يا أحمد، وصباح الخير يا شيماء، وصباح الفل والنور والخير على كل مشاهدينا. وبالنسبة لحلقة النهاردة أنا متحمسة جدا جدا، وها بقى يا شيماء بيقولوا إيه؟ بيقولوا حاجات كتيرة، بس أنا هقول لك جملة من اللي الناس بتقوله. بيقولوا إيه النهاردة؟ بيقولوا: لم يقتل الفقد أحدا، ولكنه تركنا جميعا فارغين من كل شيء. فكرة الخسارة وفكرة ان الواحد يفقد انسان غالي عنده، احنا لما بنسمع كلمة الفقدان اول حاجة بتيجي في بالنا ان احنا خسرنا انسان توفاه الله، ربنا يرحم يا رب جميع امواتنا. ولكن الفقدان مش بس معناه الموت، لا، احنا ممكن نخسر حد موجود وعايش معانا بالفعل. خسارة الناس اللي احنا بنبقى عايشين معاهم وتوفوا خسارة صعبة جدا ان احنا نعوضها، ويعني في ناس بتتجاوز الموضوع ده بصعوبة، ويمكن الموضوع بياخد سنين كتير عشان يقدروا يتخطوا الموضوع. ولكن انك تخسر حد هو عايش بالفعل، هي دي الخسارة الحقيقية اللي كتير مننا بيتعرض ليها، خصوصا في الفترة دي، فترة ان احنا بنخسر الناس. عادي في ناس فكرة الفقدان بالنسبة لها ممكن تكون انها خسرت فلوس، فلوس ضاعت، اتسرقت، الذهب مثلا وقع وضاع. وفي ناس بتخسر حلم، في ناس بتخسر اهداف، في ناس بتخسر اصحاب وقرايب وحبايب. ليه الكلام ده بيحصل؟ وهل الخسارة بتفرق فلوس عن شخص مثلا؟ هل معنى كده ان في خساره ماديه وخساره معنويه؟ ويا ترى ايه اكتر حاجه مؤلمه، ان انا اخسر حاجه ماديه ولا ان انا اخسر حاجه معنويه؟ بمناسبه سؤالك يا شيماء، الخساره الماديه ولا المعنويه، في قصه صغيره كده احب اشاركها مع الساده المشاهدين. في اسره مكونه من اب وام وثلاث صبيان وبنتين، البنتين متجوزين، وحصل ان العيله دي كلها يعني في بينهم حب وفي بينهم احترام وفي بينهم ود، لكن للاسف الاب والام توفوا في حادثه، وبما انها عائله ميسوره الحال وعندهم ميراث كبير، فطبعا بعد ما الحادثه حصلت طلبت البنات ان هم يقسموا الميراث بينهم، لكن للاسف الصبيان رفضوا تقسيم الميراث، وبحجه ان ممكن الازواج بتاع البنات يقدروا يضحكوا عليهم وياخدوا فلوسهم. طبعا حصلت مشاكل كبيره ادت الى قطيعه كبيره بين الاخوات، لدرجه ان اولاد الاخوات دول لما كبروا ما بقوش يعرفوا اعمامهم واخوالهم، حتى لو اتجمعوا في مكان واحد ما بيعرفوش بعض. تفتكروا مين اللي خسر؟ اكيد الطرفين خسروا. انا شايفه ان الموقف ده صعب بكل المقاييس، وان دي يعني بصراحه خساره مش طبيعيه، خساره الاهل والذكريات. بقى عادي عند بعض الناس، مش كل الناس، لكن خسارة الأهل والذكريات والإخوات والعشرة والعمر اللي كبرنا فيه، دي بالنسبة لي من أقصى أنواع الخسارة. في ناس خسارة خسارة فادحة، لأن هو أنت عارفة يعني إيه عشرة سنين، ويبقى عيش وملح واكلين مع بعض، ومش بس عشرة، مع بعض لحظات ده دم واحد. يعني مين أقرب؟ ربنا سبحانه وتعالى قال سنشد عضدك بأخيك. أكيد. يعني لما الواحد يخسر أخوه أو أخته أو علشان ماديات أو أي سبب من الأسباب، يعني ناس يا وفي إحنا بنبقى عشنا معاهم أوقات حلوة ولحظات جميلة، صعبة قوي إن الناس بسهولة تتنازل عن الأوقات دي والأشخاص دي. أنت كمان أنت متخيلة يعني إيه شاب يبقى مش عارف عمه أو خاله أو جده أو جدته بسبب الخلافات دي؟ وده موجود كتير وبنشوفه كتير في أفلام ومسلسلات. هي دي خسارة العمر اللي بيقولوا عليها، إن أنا أخسر حياتي ودمي وذكرياتي وظهري في الدنيا، دي خسارة عمر. وانا مش شايفه ان في اي حاجه في الدنيا تستدعي خساره ان واحد يخسر اخوه او اهله. مفيش اي حاجه. يمكن انا برضو انا دايما بتحامل على الرجاله شويه، لان بحس ان قلبهم جامد. بتحسوا بده؟ يعني بتفرق معاكم، ولا علشان الراجل بيبقى حته المشاعر عنده شويه مش قوي؟ هو الموضوع ملوش علاقه براجل وست، هو الموضوع علاقة ببني آدم. هو البني آدم كده، في بني آدم عنده استعداد يضحي بعيلته كلها مقابل الفلوس، ممكن يخسر أبوه، ممكن يخسر أمه، ويخسر أخته. الماديات بقت بتعمي الناس عن الإنسانيات في بعض الأحيان، وبتخسرهم الحاجة اللي أهم من أي ماديات في الدنيا،
الدم والعشرة والأهل والإخوات مش ممكن أبدا نخسرهم عشان الفلوس. بس خليني أقول إن في هنا طرف سعى للخسارة وطرف تقبل الخسارة. يعني في طرف منهم ما هموش ان هو يخسر، وفي طرف ما حاولش ان هو يصلح وقال لك خلاص هم خسروني او انا خسرتهم. والسؤال بقى اللي بيسبقهم، ايه نوع الخساره اللي لو اتعرضت لها بتحس انك خسرت بجد؟ هنعرف بس بعد الفاصل، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين معاكم حلقتنا عن الخساره والمكسب. قبل الفاصل ريهام كانت بتسأل سؤال، ايه هي انواع الخسارة؟ الخسارة في منها نوعين، في خسارة مادية ودي بتبقى نتيجة ان الشخص ده هدفه في الحياة انه يجمع فلوس، فبالنسبة له لو خسر فلوس هي دي بالنسبة له اقصى انواع الخسارة. لكن على النقيض في واحد تاني عنده استعداد ان هو ممكن يخسر شغله، ممكن يخسر سلطة، ممكن يخسر اي حاجة في سبيل راحة البال، ودي بتبقى خسارة معنوية. والخسارة المعنوية كمان يا وفي بتشمل خسارة الأشخاص، يعني زي القصة اللي حكيناها، خسارة أشخاص دي تحت بند يعني الخسارة المعنوية القاتلة، بالذات لو الحد ده مش أولوياته الماديات زي ما أنت ما قلت. خسارة الأصحاب، خسارة حبيب، كل ده بيندرج تحت بند الخسارة المعنوية اللي ممكن تأثر في البني آدم وتأذيه نفسيا سنين وسنين. كمان في حاجة، في ناس بتعتبر عكس اللي وفي قاله، في ناس بتعتبر ان خسارة شخص في حياتها ده اكبر خسارة ليها، وبتعتبر انها تضحي باي حاجة تانية مقابل انها تحتفظ بالشخص ده في حياتها هو ده المكسب الحقيقي. وانا شايفة بصراحة انا مع الناس دي لو كان الشخص ده يستاهل، يعني لو كان الشخص ده أبويا، أمي، أخويا، حبيبي، جوزي، ما فيش حاجة في الدنيا تعادل إن أنا أخسره، لا ماديات ولا مشاكل ولا ضغوط ولا أي حاجة من دي. أصل أنا من الناس اللي بتميل للخسارة المعنوية، الماديات ما بتفرقش معايا قد ما أخسر إنسان أو حد صديق عشيرته. في مثل بيقول معرفة الناس كنوز، زينا كده يا وفي. فأنا لما بتعرف على شخص ده بالنسبة لي بيبقى كنز. الأشخاص والعلاقات، أكيد أنت بتبقى محتاجة أصدقاء، محتاجة حد تتكلمي معاه، حد تخرجي معاه، تروحي أو تيجي. طبعا الإنسان بطبعه أصلا إنسان اجتماعي، يعني الإنسان ما يقدرش يعيش لوحده يا جماعة. الناس بتعيش، يعني زمان كانوا بيعيشوا في قبائل عشان يبقوا مع بعض، فان الواحد ينعزل او يخسر ناس كانت قريبه كمان ليه في يوم او من قرايبه زي ما بنشوف قطيعه ارحام والعياذ بالله دلوقتي، اللي ما بيسالش على خاله واللي ما بيسالش على عمه. انت عارفه يا ريهام ده بيبقى كمان ده نتيجه اصلا تربيه واخلاقيات. يعني انا لما الواحد يتعود او يربي اولاده او الناس اللي حواليه يعلمهم ان في صلة رحم وفي ناس أنا المفروض أودهم وفي ناس المفروض أسأل عنهم حتى لو عملوني في بعض الأوقات بشيء من الجفاء. يعني بالضبط، حتى لو مش كده مش توصلش برضو لدرجة إن أنا أخسر حد علشان مشكلة أو حاجة مادية. لكن بصوا بقى، رغم كده في ناس خسارتها مكسب بصراحة. هو أحيانا الشخص اللي بيأذيني أو الشخص اللي بيقل مني أو اللي بيهني، زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت مثلا عن الصراحة، ده فعلا في أشخاص البعد عنها غنيمة، لكن شخص قريب مني أو شخص من دمي كمان. الخسارة المخيفة جدا ان الناس، في ناس بتوصل لمراكز معينة مثلا فجأة يبقى عنده سلطة او فجأة يبقى عنده مركز اجتماعي عالي، تلاقي الانسان ده ابتدى يتغير هو من جواه، ابتدى يفقد يا جماعة، يخسر نفسه، يخسر انسانيته. ودي ابشع انواع الخسارة، انك تخسر نفسك. بالضبط، ان احنا نخسر انسان ويخسر والواحد يخسر نفسه. وخسارة النفس تحديدا موضوع مهم جدا جدا هنتكلم عنه، بس خلونا ناخد فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا. ورجعنا من الفاصل، وقبل الفاصل كنا بنقول ان خسارة النفس هي ابشع واقوى انواع الخسارة اللي ممكن انسان يتعرض لها في حياته، انك تخسر نفسك. في ايه بعد كده؟ مفيش حاجة، لان خسارة النفس دي اساس كل الخسائر واساس كل المشاكل. الواحد لو مش لاقي نفسه او مش عارف قيمة نفسه بيفقد كتير جدا، وبتبقى سلسلة لا متناهية من الخسارة. الواحد ممكن يخسر نفسه بسبب اسباب كتير، واحنا الفترة الاخيرة كتير بنسمع ناس مننا بتقول انا نفسي الاقي نفسي تاني، وعلى السوشيال ميديا يمكن بنقول جملة كتير مننا بيقولها، ايتها الروح الفرفوشة عودي الي من جديد. لا، وفي انا مش لاقيني، انا تهت مني.
فاهمني انا شخصية. مش فاهمني انا مش عارفني لان الواحد بيبقى مش عارف نفسه فعلا. التراكمات ومجموعه الخسائر اللي بتعدي علينا بتخلينا روحنا فاضيه مرة على مرة على مرة، بنبقى فعلا روحي تعبانة. الواحد بيبقى حاسس ان هو قد ايه تعبان وقد ايه مرهق. يمكن في ناس بتتعب فعلا وتروح لدكاترة وتعمل اشعاعات وتحاليل ومش بيبقى عندها سبب عضوي، ولكن الموضوع نفسي لان هو مش لاقي نفسه وزعلان جدا ان هو حزين مش لاقي على نفسه من جوه. في ناس كتيرة فعلا الفترات دي انا مش عارف ارجع زي زمان، انا ما بقتش اضحك زي الاول، مش ليا نفس اخرج، مش عارف اتعامل مع الناس بضحك وهزار وبحب زي الاول. مع التراكمات بيبقى روحهم فاضيه، ما عندهمش حاجه يدوها لاي حد، او لانه نفسيته اتغيرت زي ما كنا بنتكلم، فجاه لقى نفسه في بوزيشن عالي، فجاه لقى مادياته عليت، فتلاقي شخصيته الطيبه السموحه اللي كانت موجوده قبل كده ما كانتش موجوده، وابتدى يخسر انسانيته شويه بشويه، وبالتالي هيبتدي يخسر الناس اللي حواليه لانهم هيبعدوا عنه، لانه هيقول لك مش ده البني ادم اللي انا كنت بتعامل معاه. ويبقى خسرت النفس فعلا. هو سبب بالظبط، هو سبب يعني هو سبب ان هو يخسر ناس كتيره. يمكن كتير مننا بيبقى تايه، بيبقى حتى روحه فاضيه، ما عندوش عزيمه ولا حتى طاقه. خلي بالك ان في انواع من خساره النفس. في انسان ممكن يخسر مبادئه عشان يحافظ على وظيفته او يحافظ على المكانه اللي وصل لها، لانه بيبدا يتنازل عن مبادئه واحده واحده ويبدا يغير نفسه، زي ما انت قلتي ان هو كان انسان طيب ولما وصل لمركز معين اتحول من الطيبه لبقى شخص تاني. الكرسي بيغير يا جماعه، الكرسي بيغير. في ناس كتير بتقول الكرسي غيرك، في ناس نفوسها بتتغير ودي مشكله. هم بيبقوا مش عارفين نفسهم اصلا ومش عارفين هم عايزين ايه، ولا عندهم ثقه كفايه وخايفين على الكرسي، علشان كده ممكن بيتغير. مش كل الكراسي بتغير، او سوري مش كل الاشخاص الكراسي بتغيرها. حقيقي. هل حقيقي. طب هل ده بقى شخص عنده استعداد يتغير ولا هو الكرسي اللي بيغير؟ اكيد انا من وجهه نظري ان هو عنده استعداد. اللي عنده اصل واللي عنده اخلاق واللي عنده مبادئ واللي متربي كويس مهما ظروفه يعني ودته في حته معينه خلاص مش يعني مش هيتغير مهما اتغيرت الظروف. يعني هو ممكن الواحد يتغير للاحسن بس ما يتغيرش لدرجه ان هو يخسر نفسه. في ناس بتتغير يا وفاء علشان هي خايفه، يعني الخوف بيتسبب انها تخسر، من كتر خوفها بتبقى خايفه ان هي تخسر. زي مثلا في امهات بتخاف على اولادها جدا، فتلاقي الام رابطه ابنها جنبها ومنعاه من حياته، هي في الواقع خايفه من الفقد. في خوف مرضي بيتحول لفوبيا، مثلا انا خايف اركب طياره، هو الحقيقه مش خايف من الطياره، هو خايف يفقد حياته باكملها، وده ممكن يضيع عليه فرص كتيره جدا، ممكن يكون عنده شغل او حياه تانية في مكان افضل، بس مجرد خوفه من ان هو بس يحط رجله كده على طياره الخوف تحول لشيء مرضي، وابتدى يخسره حاجات في حياته، ممكن يبتدي يخسروا اشخاص. وفي ناس بتخاف انها تتعامل مع الناس علشان حاسه انها هتخسر حاجه، او الشخص ده هيعاملني معامله مش كويسه. في بنات بتخاف قطر الجواز يفوتها، فيجي لها عريس مثلا مش مناسب، العريس اللي مش مناسب ده تقول لك بس اصل هو فرصه، الناس يضغطوا عليها اصل هو فرصه، وهي عشان خايفه انها تخسر فرصه او خايفه ان قطر الجواز يفوتها، فالخوف هنا مرضي متحول لفوبيا، فبتلاقيها عايشه. في ناس كتيره بتبقى عندها المشكله دي وبيحسبوها غلط. وبمناسبه الخوف والخوف من الخساره، خليني اقول لك واقول للساده المشاهدين في دراسه اتعملت على 10,000 سيده عن طريق الانترنت، واتعملت في مختلف يعني انحاء البلاد. الدراسه دي اتعملت عليهم وطلعت بقى النتيجة بتاعتها ان 64% من السيدات اللي اجرت عليهم الدراسة بيخافوا جدا من فكرة فقد الحبيب، ودي اقصى انواع الخسارة بالنسبة لهم، فكرة انك تخسر حد بتحبه. علشان كده كتير منهم بيضطر يستحمل وبيضطر يجي على نفسه كتير جدا، وعلشان خايفين من فكرة ان انا اخسر حد في علاقتي. خلي بالك ان خساره الحبيب دي بتؤدي لنوعين، بتؤدي ان واحد بيفقد كرامته لان هو بيفضل يضغط على نفسه وبيضغط على نفسه، في مقابل ان الشخص اللي قدامه بيحاول يبتزه عاطفيا لانه عارف ان الشخص ده متمسك بيه وبيحبه، فهو هنا بيخسر كرامته. وفي ناس تانية بتفقد الثقه في النفس لان هو برضه بيحاول ان هو
يتعامل مع الشخص اللي قدامه مع انه هو الشخص اللي قدامه بيحاول ان هو يأذيه برضه، تمام؟ فبيفقد الثقه في نفسه، ويفقد الثقه في الناس اللي حواليه، ويفقد الثقه في التعامل مع البني ادمين او البشر عموما، فبيبقى شخص يعني هو خسر خساره كبيره. ده في سيدات بتتقبل في بعض الاحيان الايذاء الجسدي في مقابل انها خايفه تخسر زوجها او خايفه تخسر حبيبها او تخسر طب بيتها. انت خسرتي او تخسر بيتها زي ما انت بتقول. طب بس انت خسرتي بقى نفسك. الحل ايه؟ هي يعني كده خسرت نفسها. الحل ان الواحد لازم يحجم خوفه. الخوف طول ما هو جرس انذار بينبهنا هو خوف مشروع، لكن لو الخوف ده تحول لفوبيا مرضيه فده هو اللي يبتدي الواحد يقلق منه. الفوبيا المرضيه او الخوف المرضي ده هيخسر البني ادم مش هيكسبه، طول ما هو في نطاق في مثل بيقول من خاف سلم. بالظبط. بس مش مقصود بقى دايما الجبن. الخوف مش دايما لدرجة مش الجبن. بيسلم. الخوف دايما ممكن يودينا في سكه ان احنا بنبقى مش قادرين نتصرف ونحكم على الاشياء والاشخاص، ويمكن حتى بيخلينا مهزوزين. بس خلونا نشوف كده ونفكر مع بعض، هل في جانب اخر للخساره؟ انا مختلفه معاكي، الخوف مش دايما بيخسر. لا بالعكس، الخوف, الخوف لا المشروع ده انذار جوه الانسان، لكن مش في الخوف المطلق. الفوبيا هو اللي مش مبالغ فيه، اصل برضو في حاجات لازم الواحد يعني يخاف ويعمل لها حساب، ولكن بشكل لكن لو مش خايف وماشي كده في الدنيا تردد. ده هيخسر اكتر، ده هيعمل لنا تردد، والتردد هيخلينا مش قادرين ناخد اي قرار. ونرجع تاني بس لنقطه الخساره، هو ان في جانب اخر للخساره، في ان انا زي ما بخسر بخسر حاجات كتيره وحاجات ماديه، في نوع تاني من الخساره ممكن بيعدي علينا. هو من اكتر الحاجات اللي تعتبر ايجابيه في الخساره هي خساره الوزن طبعا. انا متفقه انا حاسه ان كلامك جارح شويه. لا لا مش جارح، هو فعلا الناس اللي بتخسر الوزن دي بتبقى ناس دي مبسوطه جدا. دي اسعد لحظات الخساره طبعا بالخساره، تمام. في بعض الانواع زي ما كنا بنتكلم في الحلقه اللي فاتت زي ما انت ذكرتي برضو، اللي هي خساره الاشخاص اللي بيضغطوا علينا نفسيا وبيؤذونا نفسيا ومعنويا بكلامهم الجارح، بتصرفاتهم، باي حاجه. زي ما انت قلتي برضو الستات اللي بتخاف من كلمه الطلاق، عشان في منهم بعض الناس ما بيقدرش يصرف على نفسه، او هي متمسكه بالبيت والاولاد، متمسكه بجوزها رغم كل المشاكل او كل الضغوط اللي هو بيحطه عليها. طب تفتكري يا وفي امتى الخساره تبقى مكسب؟ يعني امتى نحول الخساره لمكسب؟ ما هو انا لو بخسر شخص بيضغط عليا نفسيا وبيأذيني، فخساره الاشخاص دي بالنسبه لي مكسب، لان انا بشتري راحه بالي وبشتري نفسي وبشتري زي ما بيقولوا كده بشتري دماغي. ما حدش بيأذيني، اي حد بيأذيني انا لو خسرته خلاص انا كده كسبان. عشان كده انا محتاج اقيم اصلا الموقف، يعني محتاج اقيم الموقف دوت انا لو عديت بيه هل انا كده خسرت ولا كسبت. زي ما انت قلت يا احمد ان في ناس خسارتها مكسب، وفي ناس ما ينفعش نخسرها زي ما اتكلمنا في الاول. فانا محتاجه اقيم الموقف واتعامل معاه من منطلق انا هخسر ايه وهكسب ايه. بالعكس، انا ممكن احول الخساره في بعض الاحيان لمكسب، واخد منها نقطه انطلاقه. ممكن اكون خسرت شغلي، بس انا هكسب ايه لو انا فكرت استفاد من تجربتي اللي قبل ما اخسر الشغل. ان في ناس هتكسب ايه لو هم نفسهم كانوا سبب في الخساره، في خساره الانسان نفسه هو بيكون سبب ليها، خساره النفس زي ما قلنا، وكمان الخساره السلبيه. الواحد بسوء تصرفه وبطريقه تعامله الجافه دي ممكن تبقى سبب لخساره ناس حقيقي في حياتنا. فكره عدم التقدير وعدم الاهتمام ده سبب للخساره. في ناس بتسيء التصرف، مش بتقول كلمه حلوه للناس اللي قدامها، وبتفترض ان هم بيقولوا انا يعني ربنا عالم باللي في قلبي، وده مش سبب كافي. زي كمان الخيانه ممكن تبقى سبب. حاجات كتيره اساسها الوعي، فكره ان الواحد يبقى عنده وعي باللي بيتم وباللي بيحصل، المكسب والخساره ميزان، يعني هم في رمانه ميزان ما بين الاثنين. ما ينفعش الواحد يبقى طول الوقت بيكسب، وما ينفعش طول الوقت الواحد يكون بيخسر وبيقدم حاجات وتنازلات يخليه يجي على نفسه علشان خاطر الطرف اللي قدامه. علشان كده برضو في ميزان ما بين المكسب والخساره، واهم حاجه تجارتك مع ربنا ومكسبك مع ربنا. اتقي الله في معاملاتك مع الناس وراعي ربنا في معاملاتك، ده اكتر حاجه ممكن تخلي كلنا نكسب، تلاقي روحك وتلاقي نفسك. وخليني اقول لكم ان الحياه التي تنبض بداخلك هي ربح تصغر امامه كل الخسائر. طبعا، وفي نعمه ايه اكبر من الحياه؟
لما نفتكر ان احنا مهما خسرنا النفس اللي احنا بنتنفسه والنعم اللي حوالينا دي نعمة من ربنا هتهون خسارتنا، وهنقدر نتعلم ان احنا نقف ونخطي فوق الخسارة ونحول الخسارة لمكسب كمان، وتبقى نقطة انطلاقة وقوة لينا. مش لازم اللي يخسر تبقى نهاية الحياة بالنسبة له، مش لازم اللي يخسر في نقطة زي ما قالت شيماء، احنا ما فيش حد كسبان على طول وما فيش حد خسران على طول، لكن في حد بيعرف يطلع من الخسارة مكسب، وفي حد بالعكس ممكن يبقى في ايده حاجة كسبانة ويتسبب في فشلها وفي خسارتها. يعني زي ما انت قلت يا ريهام، احنا دايما بنحاول نتعلم من الخسارة عشان نحولها لمكسب. قريت مرة عن قصة للفنان أحمد أمين، أن هو كان بيقول أن هو كان بيشتغل في رئيس تحرير في جريدة أو في مجلة، وهو ما كانش مبسوط في الشغل اللي هو بيشتغله. فعمل إيه؟ هو بيحب التمثيل أو بيحب الفن عموما، فقدم استقالته من الجورنان، تمام، وساب الشغل. فده بالنسبة له كده هو خسر شغله، وقدم وبدأ يشتغل في مجال الفن لحد ما دلوقتي يعني هو كسب شهرة وكسب كتير، وصل لمرحلة ان الناس كلها دلوقتي بقت بتتكلم عنه، وخصوصا في المسلسل اللي هو عمله ما وراء الطبيعة اللي هو حقق وكسر الدنيا. يعني هو بالظبط زي ما قلنا، حول الخسارة اللي الناس شافتها انت ازاي تخسر شغلك او تسيب شغلك اللي انت مستقر فيه او ده شغل ثابت، او هو خسر شغله في مقابل ان هو حقق مكسب زي ما انت الناس كلها بتتكلم عليه. ما كانش مبسوط. وفي واحد تاني خسر سلطة مقابل برضه انه يشتغل في الفن. انتوا عارفين كمان ان في حاجه احنا لازم نخسرها، خساره كلام الناس، كلام الناس اللي لا بيقدم ولا بيأخر. لو خسرته ممكن اكسب نفسي، لان احيانا كلام الناس ممكن بيكون سبب في ان انا ما اوصلش لهدفي، ما اوصلش لحلمي، اتردد، اخاف، او حتى يكون سبب يخليني افقد الثقه في نفسي. اوزن الكلام الاول وبعدين ابتدي اشوف هل اتغير ولا لا، او الناس معاها حق ولا لا. في ناس بتخسر علاقات كتيره جدا، بس زي ما قلنا المكسب مش دايما بيكون موجود، زي حتى رياضه فيها كسبان وفيها خسران. علشان كده لازم نتعامل بوعي أكبر ونشوف حياتنا بشكل أحلى ونعيش حياتنا بشكل سليم ونعيش حياتنا بروح حلوة ونستمتع حتى بالخسارة. وزي ما عرفنا النهاردة إزاي نقدر نحول الخسارة لمكسب. للأسف حلقتنا خلصت، أشوفكم الأسبوع الجاي على خير بإذن الله.